لتحضير كيكة الموز بالشوفان والعسل بدون بيض بدنا 4 حبات موز مستوي، إذا كان بلدي، إذا كان من اللي هو الحبة الكبيرة أو الصغيرة استخدمي 3 بكفي، 3 معالق كبار عسل ممكن تقلليهم لمعلقتين، 2 كبار من حليب زين بودرة المجفف، 1 كوب من الماء، لأنه حكينا كل كوب ماء بده 2 معلقة حليب مجفف، 1 معلقة صغيرة من الفانيلا، 1/4 معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، ما تكتري لأنها للأسف بتمرمر، 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر اللي هي الخميرة الكيميائية عشان ترفع لي الكيكة، و2 كوب شوفان عوضاً عن طحين، و1 كوب جوز مطحون ناعم خشن براحتك زي ما بتحبي. يلا رح نجيب الموز، أنا خليت لك حبة من البلدي، أنا عن نفسي بجيب على البيت البلدي كتير زاكي أطيب من الصومالي، ولكن الصومالي بتشعري إنه للضيوف كتير منيح، فإذا استخدمنا الحبة الكبيرة بنستخدم 3، وإذا الصغيرة بدك تستخدمي 4، اتفقنا؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هي 3 بكل بساطة رح نخليها من القشور، هي 1 2 3، بعدين رح ننزل عليها العسل، يا عسل يلا 3 معالق كبار عسل، بدك 2 معلقة كمان بصير هالشكل، وبهالوقت ما في حل إلك إلا تستخدمي إيدك، بدنا نطحن الموز مع العسل بسم الله الرحمن الرحيم هالطريقة. أنا بفضل الكيكة هاي بإيدك، ما بفضل لا بمولينكس ولا بمكينة الكيك ولا بالخفاءة ولا بمحضرة الطعام، عشان الموز يضل قطع بهالشكل، بضل مبين هيك مثل البنانا كيك الفرنش أو أنواع الكيكات اللي فيها الموز الغربية. بصراحة من أفضل الطرق ممكن تستخدمي الهاند بلندر، ولكن أنا يعني قدر المستطاع بحاول أستخدم دائما إيدي عشان أحسب حساب الست اللي ما عندها جهاز قبل الست اللي عندها جهاز يساعدها بالبيت. شايفة طحنته بس بنفس الوقت لسه في قطع، رح نحط فانيلا، هيا نحركها شوي شوي على الهدى، بعدين رح انزل البيكنج باودر والجوز، 1 كوب من الجوز. شايفة أنا كيف يعني زي حشوة المعمول، خليت حجمه أولا بركة، وثانيا ما بدي اياه هيك يكون كتير واضح، خليه يكون مع قوام الكيكة، تنسيش انه فيش بيض وفيش طحين، بهالطريقة صارت زي الفوم الخلطة، فلما بتحركي بايدك الهواء بفوت بجزيئات الخليط، هذا اشي كتير مهم. رح انزل 2 كوب من الشوفان، هذا الشوفان من الكسيح، الكسيح في عندهم كيسين من الشوفان، الكيس الأزرق والكيس اللي هيك شوي بيج على صفار، هذا الكيس مكتوب عليه بدائرة من الدوائر هون صغيرة، مكتوب عليه سريع للطهي، اللي ما بتكون حبة كبيرة هيك زي المجروش بتحسي، فهذا اللي استخدميه للكوكيز، استخدمي سابلي بالشوفان مثلا، غريبة الشوفان كتير أحسن، موجود بالأسواق. أنا عن نفسي يعني منتجات الكسيح ما بتغيب من خزائن المطبخ عندي بدون شغل بدون إشي، لأنها منتجات منيحة متوفرة طيبة سعرها منيح، يعني برضو كمان السعر بيفرق. فهلأ هون حطينا، شوفي صارت زي العجينة، بطلت كيكة. رح نكسر هذا القوام بالماء والحليب. هلأ هون رح ننزل القرفة، والقرفة 1/4 معلقة صغيرة زي ما حكينا، لأنه إذا كترت مرمر، فهذه هي 1/4 معلقة فقط بهالشكل، تمام، و2 معلقة كبار من حليب زين الباودر، ما في داعي تحليه بالماء، نحطه مباشرة على الخليط وبعدين بننزل الماء، بصير عندي خليط الكيك جاهز. 1 2 كل كوب ماء عيار الحليب 2 معلقة كبار، رح نعجنهم مع بعض بهالشكل بسم الله. ريحتها رهيبة صراحة، فيك تسويها بقالب الانجليش كيك أو بأي قالب، تارت، ماربل، كب كيك. هلأ رح ننزل الماء بسم الله الرحمن الرحيم، 1 كوب قوي قلبك وقولي يا رب تطلع معك كيكة رهيبة.
إذا استخدمت الويسك أو المضرب الحديد ممكن تعلق فيه الخلطة. رح نبلش نشتغل شغل المضرب بإيدنا لحتى أفوت الهواء ويساعد بأنه الكيكة تطلع معي بهالطريقة. شايفة هالشكل، نخلطهم كتير منيح وصار في عندي خليط كيك 5 نجوم. الشرط تغيريش اشي بالمقادير، قوي قلبك واعملي زي ما انا بقولك. هذا هو قوام الكيك بالضبط راح يكون ان شاء الله تعالى، وراح نعتمد على وجود السكر بالموز. القوالب، انا صراحه استخدمت قوالب تشيز كيك عشان او قوالب الانجليش كيك اللي هي المستطيله. حطينا من بخاخ الكسيح، يفضل تحطي زبده كثير اطيب. بعدين راح استخدم من طحين الجمل متعدد الاستعمالات. قلت لك تغليفة قوالب الكيك، بدك تقلي فيليه مثلا، بده طحين، بدك تقلي سمك، منيح لكل شيء بيستعمل. طبعا هذا شكله بالاسواق وموجود في كل المؤسسات المدنيه والعسكريه والاسواق. راح نحط شوي من الطحين هالشكل ونغلف القالب هيو، وبعدين نمشي الطحين على كل الحواف عشان القالب يفك مني. احيانا بتدهن القالب كثير منيح، للاسف نص الكيكه بضل ملزق والنص الثاني بينزل، مع اني والله بتبعت لي بعض الصبايا مع اني والله يا شيف حطيت زيت وحطيت طحين زي ما قلتي، ممكن يكون القالب شوي الكواليتي تبعه مش صح، بيكون رقيق فبياخذ حراره الفرن، بشعط الحواف ومن جوا بضل مش مستوي. وممكن الإشي الثاني اللي هو السر اللي راح اقول لك اياه الان، اول ما يطلع القالب، اي قالب كيك شو ما كان نوعه، منيح او ماركه او مش ماركه، دائما اول ما يطلع لفيه بفوطه مطبخ عليه مي. هاي انا الشغله شفتها عن شيف اجنبي صراحه واستغربت وحاولت اني اساله ما جاوبني، بس شوي شوي قدرت اعرف انه هذا هو السبب. لما بتلفيه بشريطه مبلوله مي، اول ما يطلع من الفرن مباشره بتلاقي عندي بزاويه المطبخ فوطه مطبخ معقمه طاهره خاصه للمطبخ، بلفها حواليها بتسخن المعدن تبع الكيك، فايش بفك معي الكيك فورا. بعدين من هيك بتحركيه بفك معاكي بهالشكل. يعني اورجيكي كيف، لما بتجيبي القالب من الفرن حاولي اقلبيه ما بقلب، ما هو سخن القالب ممكن الكيكة تفرط. لما بتلفيها مثلا هذا القالب، يعني بصراحة الشغل فيه ريسك عالي جدا لأنه من هون فيه زوايا كتير، فإذا لو دهنتي الصح لفيه بمعدن بعدين زي هيك زي ما بقولك، امسكيه لفوق شايفة بتحرك، وهذا الإشي اللي رح يخلي معاك الكيكة تفك بنفس الوقت. فهلأ رح نجيب الخليط. دائما قالب الكيك بنعبيه ناقص الربع يعني 3/4، وهاي الكيكه رح تطلع معاي زيها زي اي كيكه، فقوي قلبك ولا تخافي. رح نعبيها ناقصه الربع عشان لما يطلع القالب ياخذ مكانه صح بهالشكل. شوفي بعدين بنحركه على هالشكل، لازم تدقيه عشان كل الهواء اللي موجود يطلع، ولما بيطلع الهواء هذا الاشي بضمن لك بانه قالب الكيك لا يعجن ولا اشي الى اخره. فدايما كوني منتبهه على هاي الشغله، زي الهريسه زي هاي الامور، تمسكي القالب بتدقيه برخامه المطبخ لحتى ياخذ الفورمه صح. وبعدين رح نجيب قطع موز، موز مشوي اشي مرتب. هلا هاي الكيكه صراحه زاكيه مع ايس كريم للدايت، في فانيلا للدايت بالاسواق، اذا عندك حدا كبير بالعمر اشي اهون من اشي نوعا ما. فهلا رح نجيب حبه موز ونقطع منها سلايس، هيها نخليها من القشر ونقطع منها قطع سلايس بالطول عشان اخذ منها لحبه الكيك مثلا. فبناخذ حبة الموز بنغطسها شوي لتحت عشان تاخذ مكانها، كمان واحدة وبنغطسها شوي لتحت، وهكذا لما اخلص اعبي القالب. بعدين على الوجه بتحبي رشة قرفة او انا بفضل جوز مطحون.
ودوقي 180 وخلي الكيك براحته. عمرك ما تستعجلي على الكيك وعمرك ما تفتحي عليه قبل بنص ساعه شو مكان نوع فرنك عشان احنا نحافظ. فانا سويت لك اياه بقالب ابو الدينار هيو عشان اورجيك انه النتيجه صح اذا انت اشتغلتي صح. وهذا قالب ابو 8 دنانير وهيهم النتيجه واضحه فيهم وتمام التمام. اتفقنا؟ يلا رح نجيب صحون ونقدم كيكتنا بالشكل النهائي، وبتقدميها مع فنجان سادة، فنجان اسبريسو امريكان، اللي بدك اياه، كثير طيبه وزاكيه. بسم الله هيها. نشوف القالب شو رح يصير فيه. هذا القالب أنا بحبه، هاي المعدن اللي له أشكال الفورما، لأنه بيعطيني جماليات للي بيصب قناش، للي بيصب شوكولات سائل، شايفة؟ هذا الشكل، أو للحلويات الباردة، موكا إلى آخره، كل هاي الأشياء. وهي قالب الكيك تبعي مرتب مشخص، حبة الموز واضحة، ممكن تحطي سكوب آيس كريم بهالشكل ونقدمها. شايف الجوز ما وقع لاني حطيته وما تحمر لاني غطسته بالاسفل. فرح نجيب الكيكه هون ونجيب القالب الثاني بهالشكل عشان تمام. كمان انا حريصه اني اقسم لك قطعه، بهمني تشوفي الشكل من الداخل، كثير مهم. أنا أنظف مكاني عشان أنا ما بعرف أشتغل إلا يكون المكان صح. تمام. رشة القرفة ممكن للديكور، طالما حطيتي بالداخل بفضل إنك ما تحطي عليه رشة قرفة عند التقديم، لأنه المغالاة بالنكهات ممكن تضيع هيبة الطبق وطعمه. رح أجيب عود قرفة عشان أنا اللي رح يأكل عندي اللقمة يعرف أني أنا حطيت له قرفة بالموضوع، مش بس لمجرد الديكور بهالطريقة. ممكن كمان نحطها على الطبق الثاني، بس الثاني بدي أقطع لك منه كم قطعة عشان تشوفي شكلها من الداخل وهل هي كيكة ولا لا. هيا تمام، ننظف صحننا. هلا بفتح لكم مجال تشوفوها. زي ما حكينا بننظف صحننا باستخدام الفرشاي عشان ما نوسخ صحننا اكثر ولا نزيته، وبضل مشخص اموره بالسليم. وهيك بتصير كيكتنا جاهزه بالشكل النهائي، وبقدر اكل حلا بتركيبة ذكية بعيدا عن استخدام البيض والطحين. صار بدك تسوي يا ستي حلو أجاكي ضيف بس ما عندك بيض بالبيت، برضو بتصير، يعني هاي ظروف بتواجهنا كلياتنا. كيكتنا جهزت وصارت ريدي بالشكل النهائي. وللتذكير بشكل سريع جدا، سوينا اليوم فريكوتا او فخاره الفريكه باللحم المفروم مع الفريش كريم، وحطينا شويه بارميزان تشيز والفطر الابيض الفريش. ورجاء لا تستخدموا المعلب لانه بسود بغير الوان الطبق وطعمه مش زاكي لوجود المواد الحافظه حتى لو غسلتيه، بالاضافه الى كيكه الموز بالشوفان والعسل بعيدا عن استخدام الطحين والبيض. بدي تديروا بالكم على حالكم عشان بكره ان شاء الله تعالى بدنا نسوي كانيلوني او اللي هي انابيب المعكرونه الاسطوانيه. رح نحشيها بزعتر أخضر شوية أجبان مع صدور الدجاج المفرومة، ورح نساوي كمان صحن سلطة اللي بقيمة الناس الطيبة. ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله يوم حلو علينا وعليكم. نشوفكم غدا نفس التوقيت. باي باي.